مع ضيفنا الكبير المؤرخ العسكري الكاتب الصحفي المحلل الأديب المحاور التلفزيون الماهر الأستاذ محمد الشافعي حول الطريق إلى أكتوبر. كل الشكر والتقدير والمحبة لكم جميعا أصدقائي الأعزاء الدكتور صابر والأستاذ نوال والدكتور محمود. الحقيقة ربما لا أكون في كامل يقظتي لأنه وأنا في طريقي إلى حضراتكم جاءني خبر وفاة صديقي البطل أكتوبر الأستاذ زياد الرائد الصاعقة سمير نوح كان معنا في توقيع الكتاب منذ عدة أيام وهو الآن في الإسكندرية توفى وهو يعني يستعد لحضور ندوة في الإسكندرية توفى بشكل مفاجئ. سمير نوح بطل من الأبطال العظماء جدا حياة في الصاعقة سوف يعني نحاول أن نتحدث عنه ولاية الندوة لكن زي ما طلب صديقي الدكتور محمود أنا بشكر الحياة صديقي العزيز الأستاذ محمود شاوري صاحب دار أكوان ناشر هذا الكتاب الحقيقة تحمس له على يعني في أكثر من دار نشر رسمية من الدولة كنت حابب إن الكتاب ده يطلع من دور الدولة لكن الحقيقة ما حصلش وفاق بيننا في النشر. أستاذ محمود تحمس ونشر الكتاب على أحسن ما يكون الحقيقة نشر طبعة جيدة جدا جدا الحقيقة وكمان دايخ مرارة في الندوات كل ندوة وكمان عامل حاجة رائعة جدا يعني عامل خصم 50% على سعر الكتاب وده ما بيحصلش في دور النشر الخاصة خالص الحقيقة لكن هو محبة في أكتوبر ومحبة في من أفعله. خلونا نتكلم الأول على سمير نوح الله يرحمه. سمير نوح ينتمي إلى يعني فصيل في الجيش اسمه الصاعقة البحرية ده حاجة شديدة الندرة والخصوصية زي الضفادع البشرية كده الضفادع البشرية زي الصاعقة العادية الصاعقة بتاعة المشاة والحقيقة الصاعقة البحرية دي كان لها دور عظيم جدا 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 في حربي الزلزال والكوبري لما كلف الشهيد العظيم ابراهيم الرفاعي في بداية عام 68 انه يكون مجموعة خاصة من الفدائيين العسكريين لكي يقوم بعمليات نوعية شهيدة قصية ضد العدو الصهيوني في ال 68 بداية 68 تم تشكيل مجموعتين، مجموعة مدنية اسمها منظمة السيرة العربية ودي أعضائها كلهم من المدنيين في السويس والبورسعيد والإسماعيلية وخاصة في سيناء في شمالها وجنوبها وما زال حتى الآن الجمعية موجودة يعني لم يبقى على يعني ظهر الحياة إلا البطل عبد المنعم النووي ربنا يديله الصحة والعافية في السويس ده راجل اسطوره كمان في العمليات المؤديه ومجموعه 39 قتال، مجموعه 39 قتال في كلام كتير ليه تسمي 39 قتال؟ احنا عندنا مجموعه 13 وعندنا مجموعه 26 فعندنا مجموعه 39. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فالمجموعه 39 قتال الشهيد ابراهيم الرفاعي لما بدا كلف من رئيس المخابرات في ذلك المخابرات الحربيه اللواء محمد احمد صادق. اللواء صادق اصبح الفريق رئيس اركان ثم اصبح وزيرا للحربيه عام 71 72 وعزله رئيس السادات في اكتوبر 72 لخلاف في وجهات النظر. ابراهيم الرفاعي لجا الى الصاعقه البحريه. وليه ما راحش للصاعقة البرية؟ لأنه الصاعقة البحرية عندهم خبرات وملكات أكبر من الصاعقة البرية كمان لأنه يجيد السباحة ويجيد الغوص ويجيد أعمال قتالية زيه زي الصاعقة البرية وإحنا كنا محتاجين نعبر القناة في بعض الأحيان السباحة حتى لأنه في كل أغلب الأحيان كان العبور للعمليات الفدائية سباحة فراح جاب كان أو من أوائل الناس كان سمير نوح الله يرحمه. الحقيقة الواحد مش متعود على حكاية الله يرحمه دلوقتي دي لأنه مسألة يعني الله يرحم الجميع يرحمنا أحياء أمواتا يعني ومعاه مجموعة كبيرة جدا كان على رأسهم نقيب اسمه أستاذ توفيق. وأستاذ توفيق الحقيقة عمل مجموعة كتب كويسة هو مع عبده مباشر لو حضرتك تعرف طبعا الكاتب الصحفي وبرضه الراس العسكري المشهور عبده مباشر عمل أستاذ توفيق مع مجموعة كتب عن البحرية وعن حرب الزلزال مع عبده مباشر.
وبدا يعملوا عمليات. الحقيقه عمليات كتير جدا. الشهيد ابراهيم الرفاعي عامل فوق 90 عمليه. انا عندي كتاب اسمه امير الشهداء مدد يرفعي مدد، وداي دايما بقول انه احنا طبعا كلنا بنطلب المدد من الله سبحانه وتعالى، لكن يعني انا رايي الشخصي ان احنا نطلب المدد من الابطال كما نطلب المدد من الاولياء. يعني احنا المصريين احنا بنحب اهل البيت، بنحب الاولياء، نتبرك بهم يعني. فالبطل زي الوالي كده، وبعض الابطال اولياء. يعني انا رايي ان بعض الابطال او اغلب خاصة الشهداء كلهم اولياء. يعني دي مساله، هذا قول يعني انا على قناعه تامه بيه. لا احد يعني يقدر يمالي في انه عبد الله رياض الرقيب الرفاعي وعبد التواب ولا يعني عشرات الالاف من الشهداء الحقيقه، وكلهم الحقيقه يعني قدموا ما قدموه لوجه الله والوطن. مفيش حد رايح عشان يقول انا ابقى شهيد او انا ابقى بطل او وحتى الابطال اللي ربنا اداهم العمر يعني عندهم نوع من الايثار الحقيقه النبيل كده. يعني لما تقعد تتكلم مع كل الابطال، وانا اتكلمت مع الاف الابطال الحقيقه، لا يتكلم عن نفسه، يقول لك البطل هو الشهيد، البطل هو المصاب، والبطل هو الجهد. هو لا، احنا كنا معاهم، اصل احنا هم يعني الحقيقه. فده نوع من الايثار اعتقد لو انتشر بينا كمجتمع يعني ممكن يحل مشاكل كثيره. فاقول لكم بس عمليه واحده من العمليات اللي شارك فيها البطل سمير نوح الله يرحمه، اسمها عمليه لسان التمساح. ولسان التمساح دي نقطه حصينه في عمق 3 كيلو متر في سيناء، امام نقطه الارشاد او المركز الرئيسي بتاع قناه السويس. هي قناه السويس اسماعيليه، ودي النقطة اللي خرجت منها الدانة اللي تسببت في استشهاد الشهيد عبد المنعم رياض. الشهيد عبد المنعم رياض استشهد يوم 9 مارس 69 وهو يتفقد أحوال الجبهة الأمامية في سابقة لم تحدث ولن تحدث في تاريخ الجيوش، إنه رئيس أركان الجيش يبقى على بعد 200 متر من عدو. دي ما بتحصلش ويجب ألا تحدث. يعني مش بس هي، لأنه القائد بهذا الحجم هي مكانه وضع خطط الاستراتيجيه والاشراف على وتنفيذها وتكتيكاتها، لكن انه يروح يبقى بينه وبين عدوه 200 متر دي شجاعه فائقه وغير مسبوقه من الشهيد عبد المنعم رياض. واستشهد يعني من قضاء ربنا، زي ما انا قلت على ابراهيم الرفاعي انه صدره امتلأ بكل الاوسمه والنياشين الممكنه وغير الممكنه، ولم يتبقى الا موضع واحد لوسام واحد هو وسام الشهاده. فعبد المنعم رياض هو نفس الحكايه، عبد المنعم رياض صدره امتلأ بكل الاوسمه والنياشين ولم يكن الا موضع وسام الشهاده اللي ربنا اداهوله يوم 9 مارس 69 لانه هو نزل الخندق. ودي مساله عاديه لما بيحصل عدو بيضرب حاجه اسمها ضرب مساحي بتاع الدفاعيه، ده مفيش فيه تنشين. فنزل الخندق، وقف في الخندق، نزل الدانه قدام باب الخندق، عملت حاجه اسمها تفريغ هواء. تفريغ هواء ده ادى الى تمزيق الاجهزه الداخليه كلها، فبيعمل نزيف حاد جدا دون ان اي اصابه في السطح، مفيش اصابه خالص يعني. على ما نفقد القاهرة كان استشهد الله يرحمه. ومصر في وقت حرب الاستنزاف كان عندها حاجة رائعة الحقيقة، نثأر من يعني لو في معدة عملت عملية ضدنا لازم ندمر هذه المعدة. ده حضراتكم شفت ده في فيلم الطريق إلى إيلات، المركبتين بتيام وبتشيفع اللي أغاروا على الزعفرانة، فكان لازم يدمروا ودمرناه. لما نقطة تضرب في أدبية ولا في السويس لازم نروح نقدم النقطة دي، مش نقدم حد تاني. فرحنا الأوامر جت إنه لابد من تدمير أو الإغارة على النقطة الحصينة في لسان التمساح. وعبر الشهيد إبراهيم الرفاعي ومعاه أكثر من 70 بطل، لأنه باستطلاع قال إن النقطة دي 4 دشمة، فكل دشمة هيحطها ظابط و8 صف ظابط. الظباط كان احمد رجاء عطيه الله يرحمه، وابو سالم الله يرحمه، ومحسن الطاعة الله يرحمه، ومحي نوح ربنا يديله الصحه والعافيه. محي نوح بالمناسبه هو صاحب الوقعه الحقيقيه الوحيده لفيلم الممر اللي حضراتكم لو حضراتكم شفتوه، فيلم اللي عرض اخيرا من حوالي 4 سنين، ده وقعه السنترال. ده هو الوحيد، الواقعه الوحيده، الفيلم كله ملوش اي علاقه بالواقع اصلا يعني الا هذه الواقعه بالتحديد. فيبقى كل دشمه عايزه 9 في مجموعه النقل بالقوارب، وفي مجموعه الاستطلاع، في مجموعه القياده والسيطره، وفي مجموعه قطع الطريق على امدادات العدو لو حاولت تنقذ الموقع. وعبر كل هؤلاء ووصلوا الى النقطه الحصينه واغاروا على الاربع دشم وقتلوا كل من كان فيه. كان من نصيب سمير نوح انه وقف بالمصادفه
على الدشمة اللي تجمع فيها أكبر عدد من الصغار 34 واحد، هو اللي كانوا موجودين كلهم 44 واحد كلهم اتقتلوا. سمير نوح وكان صديق والله الحمد محمد شاكر صديق عمره يعني كان معاه في الصحراء البحرية بالصدفة البحتة وقفوا على الدشمة المليئة بالجنود ومتحصنين ولا أي قنبلة تقدر تعمل فيهم، فتم قصف عليهم قنابل دخان وقنابل اسمها حاجة اسمها قنابل هجومية تنفجر إلى شظايا صغيرة جدا جدا وتعمل يعني زي لسع كتير جدا، فيضطر المتخندق ده إنه يجري يحاول يخرج من الدخان ومن هذه القنابل، فاصطادهم سمير نوح محمد شاكر وقتلوا 30 صهيوني. والحقيقة بطولة رائعة من سمير نوح، شارك في عشرات العمليات بعد كده، ثم انتقل بعد حرب أكتوبر إلى إدارة المخابرات الحربية وأصبح هو ذاكرة المجموعة 39. سمير نوح عنده كل الأوراق وكل المستندات وكل الوثائق وكل الصور وكل الأفلام، الله يرحمه كان الحقيقة يعني رغم أنه شارف على 80 من العمر إلا أنه كان شديد النشاط، ويمكن عم ده صوره خميس قبل الماضي وإحنا بنوقع الكتاب في رقابة الصحفيين، وكان يعني كان جاي من ندوه وحضر ندوه وراح اسكندريه، كان رايح اسكندريه من امبارح عنده 4 ندوات متواليه في اسكندريه، النهارده كان عنده ندوه في كليه زراعه في اسكندريه الساعه 5 مساء وهو توفى الساعه 1 الظهر الله يرحمه، ويعني البقاء لله. نعود للقضيه او الكتاب الطريق الى اكتوبر، زي ما تفضل الدكتور محمود وقال انه حرب الزنزانة هي حرب شهيده حقيقة. لكن على الحقيقة عايز أبشر حضراتكم حاجة، إنه نحن الآن نعيش حرب استنزاف تانية، ما يحدث في غزة وفي لبنان هو حرب استنزاف تانية، أرجو أن تنتهي بانتصار كما حدث في أكتوبر 73، دي حرب استنزاف والعدو الصهيوني يلاقي فيها يعني لولا المساندة العجيبة والغريبة والحقيرة الحقيقة من الأمريكان والغرب كله، والامريكان شركاء وليسوا داعمين، شركاء في هذه المجزره اللي بتتم في غزه وهذه المجازر اللي بتتم في لبنان بكامله. والحقيقه هذه لو خرجنا شويه هذه الازمه ازمه فارزه الحقيقه، فرزت العرب وفرزت الاقليم وفرزت المحيط الدولي ايضا. خلونا في العرب، العرب كنا منذ 50 سنة تقريبا من بعد فضل الشباك الاول سنة 74 بنتراوح ما بين العجز والتواطؤ. الان اصبح لدينا شرنقه ثالثه اكبر وضمت الشرنقتين الافراديتين، عندنا العجز والتواطؤ والخيانه. وكان الخائن في العرب يتوارى ويحاول ان يخبئ وجهه ويخبئ افعاله خلف جدر كثيره جدا. الان البعض العربي يواهون بخيانته. ودي مسألة شديدة الحقارة ومسألة صعب جدا الواحد يصدقها، انه زي ما كنت بقول امبارح في ندوة انه واحنا في عز العدوان على غزة ان هي وزير دفاع المغرب موجود في تل ابيب، واحنا في عز العدوان على غزة وعلى لبنان نجد ان الطريق البري ما بين ابو ظبي وتل ابيب مفتوح على مصراعيه بالمعونات بل 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 بل. فمسألة لم تعد الخيانة شيء يخجل منه الحقيقة، بقى الحقيقة هم يباهون بهذه الخيانة، ودي مسألة صعبة جدا على العرب، العرب اللي كان ليهم 8 ممثلين لجيوش في حرب أكتوبر. تخيلوا حضراتكم المغرب كان ليها كتيبة في حرب أكتوبر، الجزائر كان ليها، تونس كان ليها، السودان كان ليها، ليبيا كان ليها، العراق كان ليها، فلسطين كان ليها، الكويت كان ليها، فتخيلوا 8 جيوش عربية شاركت. رئيس بوميديان مثلا الله يرحمه كان ولا اروع حاجه، بوميديان رغم انه امازيغ الاصل الا انه اكثر عروبيه من كل العرب، يعني الحقيقه رغم ان في دراسات طبعا يا استاذنا بتقول ان الامازيغ بتقول ان الامازيغ عرب عاربه دكتور زهران، يعني في دراسات بتؤكد على هذا على هذا المنحى ان الامازيغ عرب عاربه، لكن انا لما رحت المغرب كانوا مش عايزين يعرفونك عرب اصلا الامازيغ، هم مش عارفين الامازيغ جدهم مين، هو ده خدوه خلاص اللي ملوش اصول ولا عراقه. الرئيس وارد ميديان بعد حدوث مؤامره 67 وسوف اعود لها بعض التفصيلات، يعني ذهب الاتحاد السوفيتي الى القاده السوفيت ومضى لهم شيك عربيات وقال لهم ادوا مصر السلاح اللي عايزاه، فرد عليه بريجنيف قال له فخامه الرئيس نحن لسنا تجار سلاح، قال له انتوا المسؤولين عن اللي حدث لمصر، وادوها السلاح اللي هو عايزينه، وكان عنده شويه طيارات ميك 17 بعتهم لنا فورا، وصلوا يوم 26 يونيو 67 في مصر
وبدأنا نقاتل بهذه الطائرات وما تبقى لدينا من طائرات في 73. ده بعد 7 سنين مباشرة بعت لواء من عنده واستمر حتى انتصار أكتوبر. فالحقيقة يعني للأسف ليس هناك أي شبه بين الليلة والبارحة. مسألة يعني إيه اللي غير الناس بهذا الشكل؟ الناس الحقيقة فكرة إنه يعني الواحد ساعات بيبقى فوق مستوى خيالي، وأنا يعني المفروض إن أنا عندي شوية خيال، يعني إنه حد يبقى بالحقارة دي يعني معلي. لكن خلينا نرجع نبدأ طريق الأكتوبر من البداية. هناك تعريفات علمية شديدة الدقة والانضباط لمفهومي الهزيمة والنصر. واللي عايز يعرف اللي هقوله ده لازم يرجع لنتيجة الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية شوفوا الاتحاد السوفيتي وانجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية عملوا ايه في اليابان وفي ألمانيا وفي إيطاليا. لو عشان نقول التعريفات الدكتورة، انت عارفين حضرتك كمان بالمعنى البلدي كده زي مباريات المصارعة، فكرة لمس الأكتاف. الهزيمة والنصر هي لمس الأكتاف، يعني يفقد النصر هو فرض الإرادة والهزيمة هي شد الحرب. لو طبقنا هذه المعايير المنضبطة العلمية اللي أوضحها أساتذة العسكرية والسياسة يبقى اللي حصل لنا 69 لا هو هزيمة ولا هو انتصار للصهاينة. ليه بقى؟ أنت 5 يونيو يا عدوان، وطبعا في دلوقتي عشرات الآلاف من الوثائق والمستندات أصبحت ملقاة على الأرصفة لمن يريد أن يطلع عليها. وأنا بدعو حضراتكم بصفة كلكم من كبار المثقفين أن تطلعوا على كتاب مهم اسمه العملية سيانيت. هذا الكتاب تأليف مؤلف إنجليزي اسمه بيتر هونان. هذا الكتاب مليء بالمستندات اللي بتقول يعني إيه مؤامرة. المؤامرة كان يجب إزاحة مشروع جمال عبد الناصر، مش عبد الناصر كشخص، هم إزاحة مشروع جمال عبد الناصر، انه هذا المشروع بتاع القومية وتجميع العرب والدعوة والهجس ده، وانه بصور العرب للعرب ومش قضايا الكلام ده ما ينفعش اصلا، لانه احنا لازم المنطقة دي. وخلي بال حضراتكم كمان انه المسألة مش من النهاردة، في مؤتمر كمان اخشد خطورة من وعد بولفور مثلا، ما حدش بياخد باله منه، مؤتمر لندن 1907. ده 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 مؤتمر الراجل اسمه بنرمان، اسمه كامبل بنرمان رئيس الوزراء البريطاني، عمل مؤتمر 3 سنين. والمؤتمر ده خرج بعدة توصيات مهمة جدا، أهمها على الإطلاق إنه ضرورة أن تبقى هذه المنطقة مفككة وجاهلة وفقيرة. كلام واضح. 1907 هذه المنطقة يجب أن تظل مفككة وجاهلة وفقيرة، ويجب زرع جسم غريب في هذه المنطقة حتى لا تتوحد تحت أي مستوى. 1907 يعني قبليها طبعا كان في المؤتمر الصهيوني الأول في 1897 في بازل في سويسرا بتاع هيرتزل ده، ولكن ده تخيلوا الدول الاستعمارية الستة الرئيسية في 1907. وده التاريخ يا إخواننا، دايما أقول الكلام ده، التاريخ مش حواليد قبل النوم. احنا ما بنضبطش على عيالنا عشان يروحوا بالنوم عشان نحكي لهم قصه الشاطر حسن ولا ده. تاريخ لازم نعرف عشان نعرف قد ايه احنا هذه الامه مستهدفه، كانت مستهدفه وما زالت مستهدفه وستظل مستهدفه، ولن يتوقف الاستهداف الا بانك تبقى عندك القدره على الرد على المستهدفين هؤلاء، وسيبقى يبقى عندك كرامه على الاقل خالص. يعني تخيلوا حضراتكم، وده كلام يعني عبد الناصر بالمقاييس العسكريه مهزوم في 67. تخيلوا هذا المهزوم يعرض عليه 5 مبادرات كامله، عوده سيناء كامله السياده مقابل صلح منفرد مع الكيان الصهيوني. وليفي اشكور رئيس الوزراء الصهيوني يقول في 69 انا مستعد الان ان اذهب الى ناصر ليس بصفتي مستنصرا ولكن لاعيد اليه سيناء مقابل ان مرور سفن السفن بتاعتنا في قناه السويس. تخيلوا بعد الانتصار، بعد ما انتصرنا في اكتوبر اخذنا اقل من اللي معروف كان معروض علينا واحنا مهزومين. ايه ده؟ يعني اقروا كتاب كيسنجر، مذكرات كيسنجر، لما يروح له كيسنجر يقول للسادات احنا لنا 1000 دبابه في الشرق ولنا فوق ال 100,000 عسكري. يقول له ينفع يبقوا 30 دبابه في كيسنجر؟ يعني مش ممكن يا اخوان. فيقول له اي رقم اي رقم اي رقم. تخيلوا رئيس جمهوريه بيتكلم كده،
اي رقم اي رقم. وفعلا ما تبقى في الشرق 30 دبابه لما عرف قمصي وقف عيط قدام الخيمه بتاعت المباحثات. قمصي وقف عيط وده موجود في مذكرات القمصي. خلينا ما نسبقش الاحداث بس الواحد يعني النهارده شويه منفعل لكن كله يا استاذ ازاي